طبعا انا سعيد ان اكون معاكم النهارده على موقع النادي الاهلي، واكيد التواصل مع جماهير النادي الاهلي شيء بيسعدني، وانا متاكد طبعا ان هناك تساؤلات كثيره جدا خاصه بفريق النادي الاهلي والمرحله المستقبليه بالنسبه لفريق كره القدم بالنادي الاهلي اللي هي محور اهتمام الجماهير بشكل رئيسي. وعلشان كده طبعا انا موجود معاكم النهارده للرد على اسئلتكم والرد على الاستفسارات، وفي نفس الوقت الأهم من كده التواصل، لأني طبعا أعتقد أن أنا فترة كبيرة جدا كنت غايب على موقع النادي الأهلي بسبب طبعا انشغالات الفريق في المرحلة السابقة، لكن بيسعدني أن أنا أكون موجود معاكم النهاردة وأرد على كل التساؤلات والاستفسارات اللي في أذهان وفي عقول جماهير النادي الأهلي والمحبين للنادي الأهلي. والله طبعا بالنسبة لوجودي مع النادي الأهلي بأكد وبكلام بعيد عن الدبلوماسية إن مش علشان أنا أكون موجود على رأس القيادة الفنية وعلى رأس الجهاز الفني للنادي الأهلي هو ده الارتباط اللي بيني وبين النادي الأهلي، أو هو ده اللي هيبقى سبب البقاء مع النادي الأهلي، لأن دائما أنا بقول حسام البدري موجود على رأس المسؤولية الفنية أو كمدير فني للنادي الأهلي، فبالتالي دي مسؤولية أنا منوط بيها في الفترة الحالية. لكن حتى لو أنا مش موجود في أي موقع رسمي بالنسبة للنادي الأهلي بأكد أن أنا ببقى موجود مع النادي الأهلي وببقى مهتم بشؤون النادي الأهلي وببقى حريص حتى في توصيل آرائي إذا كان هناك رأي ممكن يفيد النادي الأهلي. لكن أنا طبعا بأكد أن في أوقات كثيرة جدا طبعا بتحول من مسؤول إلى مشجع زي أي مشجع من جماهير النادي الأهلي، لكن أنا بقول طبعا أن في الفترة الحالية بينتهي الموسم وبيجي موسم جديد، فأنا عارف أن هناك تساؤلات بالنسبة لتعاقدي مع النادي الأهلي، فعشان كده بقول أنا تعاقدي يعني ما بجيبش ان هو يبقى رسمي، لكن على الجانب الاخر بقول ان موضوع التعاقد يمكن انتهى بشكل ودي طبعا، لان انا توجه لي طبعا من الكابتن محمود الخطيب اللي هو بيرأس النادي الاهلي وفي نفس الوقت هو رئيس لجنه الكوره على رغبه النادي في استمراري معاه في المرحله القادمه، والكلام ده حصل في جلستين مع الكابتن محمود الخطيب، لكن يمكن الظروف الحاليه طبعا للكابتن محمود الخطيب وعدم وجوده في مصر هو ده اللي ما خلاش الموضوع ينتهي بشكل رسمي في كل الاجراءات المتبقيه، فان شاء الله في المرحله القادمه باذن الله يتم الاتفاق على كل التفاصيل الخاصه باذن الله وينتهي الموضوع بشكل رسمي ان شاء الله للمرحله القادمه وللموسم الجديد ان شاء الله. طبعا من واقع اللي بقول الاحداث اللي حصلت كلها ان شاء الله مفروض ان انا مكمل مع النادي الاهلي ان شاء الله، وطبعا بندعي الكابتن محمود الخطيب بشفاء، ومجرد ان شاء الله عودته مفروض المواضيع كلها تنتهي بشكل رسمي ان شاء الله هيكل الفريق. لكن بالنسبه لاي شروط خاصه بالنسبه لنا لم اتطرق الى اي شروط خاصه بالنسبه لي سواء شروط مالية أو أي شروط أخرى، لكن كل اللي أنا بتطرق ليه فكري ومستقبل الفريق في المرحلة القادمة وتدعيم الفريق هو ده اللي أنا يمكن اتكلمت فيه مع الكابتن محمود الخطيب. عمري ما كان هناك شروط مالية من جانبي على النادي الأهلي، أو إن أنا ليا شروط، حتى كلمة شروط أنا وأنا بقولها صعبة قوي إن أنا أقولها إن أنا في شروط مالية على النادي الأهلي، يعني الكلام ده طبعا بعيد خالص عن الواقع وما حصلش خالص ان انا شرطت ان انا يبقى هناك اي شروط ماليه بالنسبه للتعاقد مع النادي الاهلي.